الله يخليك. عشان الكهرباء ما راح يصير لها حل. لا كل حل، كل حل ما يصير له. ليش؟ يضحكون على العالم. افتر لي افتر لي حق افتر لي على الكاميرا. ليش؟ يضحكون على العالم. هاي على مو شنو يتعبوك. ظل توكل بالكهرباء. زين؟ زين. انتم خلف الله عليكم توصلوا الحكايه بس ما حد ينفذ. ما حد ينفذ. زين؟ وان شاء الله الرعايه ماكو. يقشمون على العالم اليوم باكر. زين راح اول الحج 100 واحد حصل فورم 30 مليون والناس نايمه بالشارع. والله ما حد يغفر لهم. أين. لو مو يروحون زين؟ الحج. زين انت من تروح بيت الله غير تفكر بالعالم. تمام؟ ما حد يفكر بالعالم. بس يجيبوا يخليهم بجيوبهم ومو لهم الدول الجوار يصرفوا لهم والعالم ما يتم بالجوع هنا. زين؟ والسلام عليكم. حياك الله. حياك الله. طبعا مشاهدينا الكرام احنا بعدنا مستمرين وياكم وما تشوفون احنا اليوم بموضوعنا موضوع ازمه الكهرباء وازمه الكهرباء اللي مع الاسف الشديد ما لها اي حل. السلام عليكم. شلونك؟ بس لح تندعم. تعال هيك تندعم. تعال تعال تعال. شلونك؟ شو اخبارك؟ من وين انت؟ من الكوت. من الكوت؟ اي. شلون هالكوت؟ الحمد لله. كهرباء شلون هناك؟ يعني ايش قد الكهرباء؟ ما اعرف والله. ما تعرف ايش قد تجي ايش قد تطفي؟ يعني حسب ما مستمر ما لها وقت محدد. يعني مو زينه لو زينه؟ رب المو زينه. رب المو زينه. ايه. شو تقول على ازمه الكهرباء؟ والله ما ادري. شعب ساكت. ايه؟ ها ما عندنا حكومه ما عندنا. لا حكومه موجوده. حكومه موجوده صحيح. بس عليه فقير. ما عندنا حكومه يعني تحكم. تلوم وزارة الكهرباء؟ ألومها؟ لا. متلومها وزارة الكهرباء؟ لا. ليش؟ الشعب مطيها حقها يعني بسكوته. مطيها حقها يعني ما أخبر راحتها زايدة. يعني ما حد جاي. يعني صوت مين من هسه؟ طبعا بالمواطن. بالمواطن؟ إيه. شكرا لك. حبيبي. حياك الله حياك عمر. الله. طبعا مشاهدينا الكرام هذا اللي قاعد نشوفه والناس اللي قاعد تحكي منهارة، الناس قامت تطلع من بيوتها حتى في سبيل تقعد بالمقاهي الموجودة بالمطاعم اللي بيها يمكن سبلت مشتغل مكيف مشتغل وناس تقعد بيها حتى تهجم من البيت بسبب ارتفاع درجات الحرارة. يعني احنا بعدنا ترى ما طابين تموز ما طابين آب. اذا طبينا تموز وطبينا آب ايش راح يصير؟ خلي اليوم هاي الناس اللي متأذاية ومنتهية بسبب الكهرباء ووضع الكهرباء وأزمة الكهرباء اللي ما راح